بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كنرحب بالطاقم ديال برسيبوان اللي هو الشريك الإعلامي ديال مركز مارسين الدولي للتدريب والتنمية البشرية اللي كيعقد في هذه الأيام مجموعة من البرامج التدريبية اللي هي متنوعة. ففي البارحة الأمس استضافت كلية الأدب والعلوم الإنسانية بمارتيل كبير المدربين المحامي والمستشار السعودي سلطان المخلفي في أمسية تدريبية خاصة للطلبة انطلاقا من فترة الامتحانات التي يمرون بها. حاول أن يقدم بتنسيق مع المركز هذه الأمسية من أجل التنفس وإعطاء طاقة إيجابية بإمكانها أن تساعد الطالب على تجاوز مجموعة من الضغوطات. مرت بحمد الله، واليوم نحن في جانب آخر حول التوافق الزوجي. حاولنا ما أمكن أن ننوع في هذه الأنشطة وأن يكون المستفيدين أو المتدربين الحاضرين أيضا في هذه الأمسية أن يستفيدوا من هذه الأمسية التي تتضمن مجموعة من المحاور التي تساعد في الحياة العامة وأيضا في بناء علاقات زوجية سعيدة ومبنية على هرم الحب. وأيضا القائد الذي سيقود هذه الأمسية هو المستشار الأستاذ سلطان المخلفي. يوم غد إن شاء الله عندنا دورة بشراكة مع كلية الأداب والعلوم الإنسانية حول مهارات التواصل لذوي الإعاقة البصرية، وحاولنا في هذه الدورة أن ننطلق من خلالها نحو آفاق أكثر انفتاحا على مجالات ذوي الإعاقة، وسوف تكون هناك مفاجأة سعيدة جدا للمنطقة سنعلن عنها إن شاء الله في موعدها. ايضا هناك يوم 27/8/2023 دورة متخصصة اخصائي الجرافولوجي تحليل الشخصية من خلال خط اليد، وهذه الدورة ايضا سيسهر على تقديمها اول محلل عربي وهو سلطان المخلفي. ايضا ستكون المستوى الاول هو حاضر مع ايضا مجموعة من المتدربين الذين سيحاولون ان يتمرنون ومن اجل ان يكونوا فاعلين في تحليل الشخصية سواء على المستوى التربوي او على المستوى النفسي وايضا على حتى على المستوى العام في تعارف الشخصيات مع بعضها. ونتمنى التوفيق ونتمنى ان يكون هذا البرنامج في مستوى تطلعات المنطقه وايضا الوطن وايضا حتى المستوى العالمي باذن الله. شكرا.